سلام عليك. أنا وين مشيت يا ولدي؟ وش بك مسكر تليفونك؟ كان متوا عارف فيها زاد الكهرباء نجرب فيها. تجرب الكهرباء على فنار مكسر؟ إي عارفي راني نخدم بضمير وإن بليس عندها الفرنات نتاعها ما يشدوش بالكدا فزيدها لسوس نجرب فيها وزيد عندها مشكلة برما في الرادياتور زادها اثنين زغوين هذيك هي عارفي. أنت تتبهنس عليا؟ والله لا يا عارفي مانيش نتبهنس عليك يا أخي تحبنا نغشوا الكليونات سمعة المحل راه. ايش شوي يا عارفي برا تسمك بشوي بنروح تو تمشي تروح ووجهك ما حب يشوفه هنا برا نكسر لك وجهك. عارفي باش تستغنى على خدماتي يا ودي شكا فوزي بوزرني باش تستغنى خلي يا ودي برا نكسر لك وجهك بنروح. الو اه صبري خويا جاني للقهوة حشتي بيك. يا ودي برا اختانا يا ودي سفير كوكو يستنى في الكهرباء نتاعو. يا ودي جاني سمير حشتي بيك عاش خويا. يعني في بالي باش نعطيك 500 دينار صح؟ يا ودي انت عندك 500 دينار انت مستحيل انت ما عندكش اصلا. ايه يا جات نعطيك 50 دينار. قولوا راس العزوزة تجي تمد لي 50 دينار. والله نعطيك 50 دينار وراس العزوزة تجي نعطيهم لك يا اسماعيل. والله راني نجي ما تمديش 50 دينار ما نبدا نهز فيك ونمض. تيجا برك يا خويا للقهوة هاني نستنى فيك. سمير اوه اه صبري كيما لك كوفي عانين قاعد في القهوة ماني مزال ما استنتش بالنوتيفيكاسيون جديدة نتاعك. اش قولك في الكوستيم الجديد؟ دي مش نورمال بوكوس هبط يديك الله طاق ما ولا عندي شوا في اللبس. ها ريت انت عندك كلاص في الدار انا عندي بلاكار. مشين بلاكار؟ بلاكار يا سمير هو بين نتاع حوايج فيها معالق فما تعلق الكلاستات تعلق واشي ميزات وحدها كرافتات هذاك تسمى بلاكار كيما الحانوت. هاي بيه فهمت هاي كح كح الطبيب الفدة كح كح بحيم فلوس 500 دينار. 500 دينار يا اخي مش فاهمنا 50 دينار في التليفون. هذاك كي كان عندك كلاس تولى عندك بلاكار صاحبي معناها تو تفكح لي 500 دينار. باهي خلينا نحكي لك انا فيش حاجتي بيك ومن بعد اطلب شو تحب. لا مانيش باش نحكي حتى كلمه ومانيش باش نسمع حتى كلمه حتى تمد لي الفلوس. اخي هكاك واحد جاني للقهوه معناها نعطيه الفلوس اخي تشوف فيا نجي لنا جولي انا انت اليونيسيف نتبرع لك. يا ودي مانيش باش نقول حتى كلمه مانيش باش نفهم حتى شيء مد لي الفلوس. مخي براسك اقسم بالله شلاغمك عملهم بين قوسين مخي بك. يا ودي البنات بتاع تونس يتبعوا في المسلسلات بتاع تركيا على خاطر شلاغم هذوما مغربي بشلاغم يحبوا شلاغم راه. لا تراك هذوكم عندهم شلاغم اما انت عندك كونفيرس كوير في راسك. بركة. هاي شدك. هام 500 دينار. تشد. ناخذهم. ليه احفر حفره وادفنهم. 500 دينار اسمعني صبري صحيح انا راني نخطف نسرق كيف زطله اما شنو قلت الروح ليه بصراحه. يعني دكتور روح اخي بابلو سكوبار تشوف فيا سمير. انا ناخذهم ناخذهم. في شد خور عاش خويا. والله يا مصحح محافظ البنك المركزي. يخبي في جيبك يا خوف زيد اعمل لك خبي في جيبك ناس تضرب القهوه صلي عليك رحم الله ولدي. ايوه خذولي سمير خويا نحبك تركز معايا. باش نركز معاك مش نورمال. تحب تعرس؟ شكون يحب يعرس؟ برس امك يا سمير شكون يحب يعرس؟ صندريه تحب تعرس؟ زمبريخ تاع المونجيلا انت سمير تحب تعرس؟ ايه كيفاش؟ شنو هو كيفاش؟ ما زيد حتى كلمة اسكت. فهمتك تو. فهمت زيد. فهمت الملعوب الكل. وفهمتك منين جبت الفلوس. ودي صلي على النبي فاش تحكي يا سمير. يا ودي راني ولد حومة ونفهم لها ما تعقبهاش عليا. فهمتك منين جبت الفلوس ومنين دبرتهم. ودي يا منين فهمت شبيك منين دبرتهم اموري واضحة اللي شبيك. طايح بوحدة قورية في سراها. وتحب تاخذ لي صاحبتك. دي انا صاحبتها نتاعك يرحم بوك تو. اختها مال. انت تعرفني انا نتبع الانتاج المحلي ونشجع عليه ما ناخذش انا القورة وما نحبهمش سماير. من الاخر شبيها حالة؟ لا ما تجيبش صغار فوق التسعين؟ لا انت مالها شبيها؟ اخت البرنس. البرنس الله يرحمه
ودي قانون التونسي منع علينا ناخذوا اربع نساء. يا ودي ديك اربع نساء، يا ودي ديك حومه كامله. ما حكيتلكش انا واش حكيت؟ ما هو جالي البرنس البارح وقف عليا في المنام وقال لي يعطي لميس سمير. قلت له يا برنس يا برنس كيفاش تعطي لميس لسمير؟ لميس هذيك حب حياتي راهي. قال لي امورك حتيها لسمير ونعت لي على بلاصه تاع كنز تلقى فيها الفلوس هزو واعطيهم لسمير. قديش الفلوس؟ 5 ملايين. 5 ملايين؟ مسح فيهم محقق البنك المركزي. ايه هما بهير راهم 5 ملايين راه صبر. اما بصراحة ما اقترحت تو انا كان عرس نولي انجاجي معاه. بعد مني مش نصرف عليه. ما قلت لك اجي انا. ما قلت ليش؟ ما هو البرنس وقف عليا. قال لي وين باش نوقف عليك؟ باش نوريك بلاصة بتاع كنز. كنز الفلوس. واعطيهم لسمير. شكون سمير؟ خب ربي سمير الوافي، سمير الكنزاري، دي سمير انت شكون؟ باهي نمشي معاك لبعيد، وكما يوقفش عليك البرنس؟ لا يوقف. تي نفرض يا سيدي نهار من النهارات ما وقفش عليك فلوس وانا حاجتي بفلوس. تي هاني قلت لك يوقف انت. وكما يوقفش. باهي كلمة توقف، كلمة توقف. وكما يوقفش. الناس منك تكره تمل عيش راجل كل يا صاحبي اتحل.